السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح المحاضرة الأولى، هي محاضرة السباينال كورد. المحاضرة دي أسهل بكتير من المحاضرة الأولى، بس هي تفاصيلها كتيرة شوية، ولكن هي كمحتوى هي أسهل بكتير إن شاء الله. تمام، فسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وبسم الله. عندنا السباينال كورد، إيه هو الإكستند بتاعه؟ أو بيمتد فين؟ وبيبقى موجود فين؟ بيبقى عبارة عن continuation للمظلة oblongata just below الفورامين ماجنوم. احنا قلنا يعني مثلا تخيل كده معايا، لو ده البرين اهو، ادي هنا الفورامين ماجنوم، وفي هنا البرين ستيم برضو. يا ما شاء الله، ده انا راسمها بالبتاع اللي بتختفي. ادي ادي البرين اهو، ادي السكال. يا رب بتحصل حاجات غريبة اهو. وادي اللي هو الفورم الماجنوم، تمام، والبرين ستيم معانا. طيب الجزء بتاع المدلة اوبلونجاتا هو اخر جزء في البرين ستيم، اللي هو اللي تحت خالص هنا، اللي قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان هو بيتصل من تحت بالسباينال كورد. فكده المدلة اوبلونجاتا متوصلة بالسباينال كورد، تمام، عبارة عن continuation للمظلة أوبلونجات، بيعدي تحت الفورم الماجنوم. قلنا البرين ستيم كان فوق الفورم الماجنوم جوه البرين جوه السكال، لكن ده تحت الفورم الماجنوم. تمام، طيب بيكون بيملأ الأبر تو ثيرد بتاع الفرتبرال كانال. يعني تخيل معايا كده، أدي مثلا الفرتبرال كلها، الفرتبرا كلها بتاعت السباين، هتلاقي ان السباينال كورد بس لغاية هنا تقريبا، لغاية الابر تو سيرد. الابر تو سيرد ده اللي هو ايه؟ اللي هو L1 و L2، بينتهي بتوين L1 و L2، ادي L1 و L2، يبقى في الانتر فيرتبرا ديسك اللي ما بينهم بيخلص السباينال كورد. بيخلص بقى شكله، بيخلص حاجة اسمها كونس مدلارس. كونس دي من اسمها يعني شكله شبه الكون، كون شيب، شبه بتاع الايس كريم كده، اسمها كونس ميدلارس. تمام اهي، سيبكم من الاسم اللي هو مكتوب ده، لو مدينا ريكول اسمها ايه، كونس ميدلارس او نفس الاسم، يبقى شكلها كده شبه الكون شيب اهو، يبقى شكلها كده. تمام، طيب بعد كده ليه السباينال كورد بيملى الابر تو ثيرد بس بتاعت الفيرتبرال كانال، مش كل الفيرتبرا؟ لان انت وانت طفل بتكون حجم الفيرتبرا بتاعك ثابت مع حجم معين، يعني مثلا لغايه هنا بس، بيبقى برضه السباينال كورد معاك كده بنفس الحجم. طب انت بتنمو وبتكبر، فالفيرتبرا بتكبر معاك، لكن طول السباينال كورد، السباينال كورد مش بينمو، السباينال كورد نفس الطول، فهتلاقي ان طوله هنا هو طوله هنا، بس البادي نفسه الفيرتبرال السباين قصدي كله بينمو، لكن طول السباين ثابت. عشان كده انت عمال بتكبر بتكبر بتكبر، لكن السباينال كورد بتاعك ثابت، عشان كده بيبقى الابر تو ثيرد بس، مش كل الايه الفيرتبرال كانال كلها. طيب بعد كده شكل السباينال كورد بيكون سلندريكال، يعني شكل اسطواني، بس اسطوانه مش سيمتريكال. يعني ايه؟ يعني ادي اسطوانه سيمتريكال كده، اسطوانه كده، شكل اسطواني، لا مش بيبقى شكله كده، بيبقى في حاجه اسمها اللارجمنت. اللارجمنت دي يعني حته كبيره او حته سميكه اكتر من الباقي. تمام، عندنا اتنين اللارجمنت. الانلارجمنت الاول اسمه سيرفايكال انلارجمنت، ده بيكون بسبب ايه؟ بسبب وجود السيرفايكال والبريكيال بليكسس، سيرفايكال بليكسس والبريكيال بليكسس. تمام، بيبقوا موجودين حوالين السيرفايكال ريجون، وهما اللي بيعملوا بيزودوا السوم كده. يعني لو لاحظت هتلاقي الجزء ده اكبر، السيرفايكال انلارجمنت. تمام، طيب تاني واحد اللامبو ساكرال انلارجمنت، من اسمه من اللامبر والساكرال بريكسس، تبقى برضو الشبكة البليكسس دي بتبقى بتزود حجم السباينال كورد اهو، ادي اللامبو ساكرال انلارجمنت. طيب الباقي
باقي شكلهم بيكونوا سيميتريكال، بيبقى اسطوانة كده عادية شكلها عادي تمام. هنا ممكن يكون شكلها بس مش باين، لكن هي عشان ده لاترال، لكن لو انت بصيت من انتيريور هتلاحظها بيكون شكلها سيميتريكال في الباقي، لكن السيرفايكال واللامبوساكرال بيكونوا ايه فيهم انلارجمنت. طيب قلنا بقى ان السباينال كورد بيملى الابر تو ثيرد هنا، طب باقي اللور ثيرد ده اخره يبقى فيه ايه؟ بيكون سباينال نيرف اسمهم كودا اكواينا. قلنا اخر حاجه تبقى شكل الكونس، كونس ميدلاريس شكل الكون شيب، بيبقى بعد كده فيه سباينال نيرف طالع كده. السباينال نيرف دي او الشبكه دي اسمها كودا اكواين، تبقى شبه الديل اهي، وهي من اسمها ادي الكونس وادي الايه الكودا اكواين النيرفات دي كلها تمام. دي ملهاش علاقه بالسباينال كورد، دي اسمها سباينال نيرف، دي اسمها الكودا اكواين في اللور ثيرد بتاع السباينال كورد تمام. ده كان بالنسبه للاكستند والايه والانلارجمنت. طيب نيجي بعد كده للتوبوجرافيك سيجمنتيشن. بقسم السباينال كورد ده لايه؟ بقسمه لفايف ريجونز و31 سيجمنت، وخلي بالكم الريجون غير السيجمنت تمام. الريجون ده حسب الفقرات نفسها لكن او مناطق، لكن السيجمنت حسب السباينال نيرف. فايف ريجونز عندي سيرفايكال، ثوراسيك، لامبر، ساكرال، كوكسيجيال. طيب 31 سيجمنت بيكونوا 8 سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 لامبر، و5 ساكرال، و5 كوكسيجيال تمام. طب ليه السيرفايكال بنبدأ من نقول من 8؟ لأن السباينال نيرف رقم 1 بيبدأ من فوق C1 تمام. فأنت أدي تخيل كده شكل C1 أهي تمام. بص سي، بص السباينال نيرف الأول فين أهو، طالع بعد C1 اهو، ادي C1 بعد C1 بتبدأ السباينال نيرف الاول ففوقه هنا. طيب تحت C7 هتلاقي C8 تمام، تحت C7 هتلاقي C8، فلو انت عديتهم كلهم هتلاقيهم ايه 8 سيرفايكل. طيب كل سيجمنت من السيجمنت من 31 دول بينقسم لاتنين سباينال نيرف، واحد رايت وواحد ليفت اهو. لو تخيلنا مثلا شكل السباينال كورد اهو، بصينا عليه من فوق هيطلع منه اتنين سباينال نيرف، واحد رايت وواحد ليفت. يبقى انا عندي كام كده سباينال نيرف تمام؟ 62 سباينال نيرف، لان هما 31 سيجمنت كل سيجمنت بيطلع منه اتنين. ممكن اقول 62 سباينال نيرف، او ممكن اقول 31 بيرز برضو من السباينال نيرف، يعني زوج من السباينال نيرف اللي هو ده وده تمام. طيب قلنا طلع عندي سباينال نيرف رايت وسباينال نيرف ليفت. طيب الرايت والليفت ده برضو بيتقسم تاني، بيتقسم لاتنين روتس، كل واحد فيهم بيتقسم لاتنين روتس، واحد اسمه فينترال بوستي الفينترال انتيريور يعني من قدام، وده بيكون موتور مسؤول عن الموتور. التاني دورز البوستيريور بيكون سينسوري. طيب ادي الرايت هيتقسم لواحد فينترال وواحد دورز، الليفت برضو فينترال ودورز، الفينترال موتور الدورز سينسوري. طيب برضو اسألك سؤال ذكي تاني، كام واحد فينترال عندي؟ انا عندي 31 سيجمنت، 2 سباينال نيرف، 2 فينترال، 2 دورزال تمام. فنفس الفكره لما اكتبها هنا، انا عندي 31 سيجمنت تمام، من كل 31 سيجمنت بيطلع 2 سباينال نيرف، يعني عندي كام سباينال نيرف؟ 62 او 31 بير بير. طيب اتنين سباينال نيرف، عندي اتنين فينترال، واحد رايت وواحد ليفت، فبرضو عندي 62 فينترال و او 31 بير، نفس الفكرة برضو نفس الكلام الايه بوستيريور.
الدورزال بوستيريور. تمام، خلي بالك من كلمة بير أو حاجة واحدة بس، يعني ممكن أقول لك 62 فينترال روت أو 31 بير من الفينترال روت، دي هتفرق. تمام، ده كان بالنسبة لإيه زي كده introduction كده عن spinal cord. طيب نيجي لل external feature. عندي أول حاجة spinal meninges، اللي هي الحاجة اللي بتغلف ال spinal cord. تمام، ايه هي الحاجات اللي بتغلف ال spinal cord؟ عندي 3 طبقات. أول واحدة اللي هي ال inner layer اللي من جوه اسمها ال biomotor، دي بتكون enclosed على ال spinal cord، تحيط بال spinal cord، فمفيش مسافة بينه وبين ال spinal cord. تمام، لو بصيت كده ادي السباينال كورد اهو، الطبقة البايو ماتر اللي هي الطبقة البيضة، السباينال كورد اللي هو بالاصفر ده، شايفين بتحيط بيه كده لف عليه. تمام، الميدل لير اللي هي الاراكنويد، تمام، هي اللي هي اللي بالاحمر. اوتر لير اللي هي الديورا ماتر، او اللي هي السيكست لير اللي هو لون البنفسجي، مش هو بنفسجي عشان مش عارف ده ايه صراحة، بنفسجي فاتح. تمام، دي السيكست لير، تبقى اكتر طبقه سيراميكا فيهم اللي هي اسمها الديورا ماتر. تمام، ادي الايه السباينال مينينجيز، انر لير اللي هي البايا، ميدل اراكنويد، اوتر اللي هي الديورا ماتر، تكون السيكست لير. طيب ما بين المينينجيز دول في عندي سبيس، فراغات، ودي مهمه جدا. تمام، عندي لو تخيلت كده قال السباينال كورد اهو، تمام، فوقيه قلنا الطبقه اللي بتحيطه على طول اسمها الايه البايو ماتر. هل في سبيس ما بين السباينال كورد والبايو ماتر؟ لا، يبقى انكلوزد عليه، يعني بتحيط بيه. تمام، طيب ما بين البايو والاركنويد حاجه اسمها سب اركنويد سبيس. سب اركنويد يعني اسمها الطبقة أو المسافة اللي تحت الأركنويد. تمام، سب أركنويد سبيس يعني المسافة اللي تحت الأركنويد، يعني أدي البايا أهي، تمام، وأدي السبيس والأركنويد، يبقى عندي الأركنويد أهي تحت الأركنويد السبيس وأدي البايا، يبقى السبيس ما بين الأركنويد والبايا مطر، ودي بتكون اهم سبيس فيهم لان فيها السي اس اف او السيريبرو سباينال فلويد، ده بيكون موجود في الساب اراكنويدال سبيس. طيب بعدين سب ديورال سبيس، سب ديورال من اسمها تحت الديورا، بتكون ما بين الديورا والاراكنويد، ادي الاراكنويد، تمام، بيكون في السبيس وبعدين الديورا، فهي من اسمها سب ديورا، ادي الديورا وادي السبيس تحت الديور والاركنويد، هتبقى موجوده ما بين الديورا والاركنويد. طيب تالت سبيس اسمها ابيديورال، ابيديورال يعني فوق الديورال. طيب انا كده خلصت خلاص الطبقات، ايه اللي عندي؟ السباينال كورد بيعدي جوه الفيرتبرال كانال اللي هي في الفيرتبرا نفسها، في الفقره نفسها، فخلصت انا اخر طبقه فلاقي الفقره نفسها او الفيرتبرا، تمام، اللي هي البون. فبعد الديورا هلاقي السب ديورا سبيس، يا ربي ادي تاني السب ديورا فوق الديورا، تمام، وبعدين هلاقي ايه البون، تمام، يبقى تاني السبيس هوريها لكم على الرسمه، مساحة دول كده، قلنا اول حاجه اللي هي البايو موتور ما فيهاش سبيس ان هي بتبقى انكلوزد كده كده على ال بتبقى انكلوزد على سباينال كورد، هي كده كلوزد، و السب ديورال ما بين الديورا والاراكنويد تبقى ما بين السب اراكنويد، تبقى بين اراكنويد والبايا. تمام، ادي الاراكنويد اللي هي الطبقه الحمراء والبايا اللي هي الايه الطبقه البيضاء، تبقى اهي السبيس دي اللي ما بينهم دي، كل الحته دي كده السبيس ده كله.
تخيل ان الطبقة دي كده بتكمل كده بتلف كده، فالسبيس دي كلها كده هي البتاع دي السبيس. طيب بعد كده السب ديورال، السب ديورال اللي هي الطبقة اللي تحت الديورة ما بين الديورة والأراكنويد، ادي الديورة اللي هي الطبقة البنفسجي والأراكنويد الحمراء اهي، كل السبيس دي لما بين الطبقة الحمراء والطبقة البنفسجية كل ده دي السبيس اسمها سب ديورال سبيس، تحت الديورة. طب فوق الديورة ايبي ديورال، ما بين الديورة والفيرتبرا، يعني من بره كده خلصت انا كده، دي الفيرتبرا الكنال، وبعدين بقى الايه الفقرة نفسها البادي والحاجات دي كلها ما بين الديورة والفيرتبرا. طبعا السب اراكنويد دي اهم واحدة فيهم اللي بيعدي فيها السيريبرو سباينال فلويد او السي اس اف. طيب ايه هي بقى الفاكتور اللي فيكس فيكسيشن، تعمل فيكسيشن للسباينال كورد، الحاجات اللي بتثبت السباينال كورد؟ عندي اول حاجه الفايلم تيرمينال، تيرمينال حاجه اسمها الفايلم تيرمينال، دي بتبقى طالع خيط طالع من البايا ماتر وبيثبت اللور اند بتاعت السباينال كورد في الكوكسكس اهي. ادي اخر حاجه خالص اللي هي اللور اند اللي هي الكونس بتاعت السباينال كورد، طالع منه قط زي كده بس هي ممكن ما تكونش باين قوي، وبتنزل تحت خالص لغايه الكوكسكس اهي، بس مش عارف دي ايه، دي تقريبا يعني هي الخط البنفسجي ده، بس هي بيبقى برضو شكلها كده اهي البنفسجي دي اللي هي الكوكسكس هي بتثبت اللور اند اللي هي الكونس ميدلارز في الكوكسكس. طيب تاني حاجة الروتس بتاعت السباينال نيرف، تمام لما قلنا الروتس طالع كده قد السباينال كورد، طالع منه ايه سباينال نيرف والروتس، الروتس قلنا بتطلع من الانتر فيرتبرال ديسك تمام، فبتبقى ماسكة فيه، فدي برضو من الحاجات اللي بتثبت. وبعدين تالت حاجة الدينتيكولات ليجامنت، ده عبارة عن ليجامنت طالع من البايا ماتر تمام ورايح للأراكنويد، وبعدين رايح للديورا، وبعدين رايح بيحيط بالروتس بتاعت السباينال نيرف تمام، فهو طالع من البايا لغاية السباينال نيرف بيلف حوالين السباينال نيرفز، فبرضه من الحاجات اللي بتثبت السباينال كورد تمام. يبقى عندي الفايلم تيرمينال، الروتس، الدينتيكيوليت ليجمنت، المشترك اللي ما بين الاتنين دول ان هما الاتنين طالعين من البايا ماتر تمام، دي برضه ايه حاجة مهمة. طيب الفاكتور بروتكت سباينال كورد، الحاجة اللي بتحمي سباينال كورد ايه هي؟ البونز بتاعت الفرتبرا، البون نفسها، المينينجيز اللي هي دول الأغلفة بتاعت السباينال كورد، والسيريبرو سباينال فلويد السي اس اف اللي هو كان فين تمام، هي ما تغشش اهي، كان فين في السب اراكنويد اهي تمام، دي مش تنساها طول عمرك. بعد كده الانترنال ستراكشر تمام، دي بقى عايز ابقى ميه كده عشان خاطر واحد ريوني شيخ. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. وفي الفيديو دي اهم حته تمام، اللي فات ده كله كان اجزاء بسيطه يعني، دلوقتي بقى نبدا ندخل في الايه في الجد. الانترنال ستراكشر، طب احنا عارفين الانترنال ستراكشر بناخد ايه، ترانسفيرس سيكشن او كروس سيكشن في السباينال كورد. طيب لما اخد كروس سيكشن في السباينال كورد هشوف ايه، ادي الكروس سيكشن اهو، هشوف حاجه كده زي حرف الاتش تمام، والباقي الحاجات اللي هي حواليها دي باقي الكلام ده كله. يبقى عندي حرف الاتش ده اسمه جراي ماتر، الباقي اسمه وايت ماتر، يبقى عندي جراي ماتر ووايت ماتر. تركيب ال 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 السيل النيرف سيل عباره عن ايه، سيل بودي وفيها دندرايت وفيها ايه اكزون، السيل بودي دي تبقى جوه الجري ماتر او هي اللي بتكون لي الجري ماتر. طب الاكزون والدندرايت والنيرف فايبر كل ده وايت ماتر تمام، يبقى الجري ماتر مهم مكون من نيرف سيل بوديز بس تمام، الباقي بيكون ايه في الوايت ماتر. طيب نمسك كل واحده فيهم، الجري ماتر، الجري ماتر
اول حاجه اناتوميكالي يعني تشريحيا او ايه الحاجات اللي تبقى موجوده فيها، وبعدين الحاجات اللي ليها وظيفه هنقول وظيفتها. طيب هلاقي عندي حاجه اسمها بوستيريور لونجيتيودينال فيشر. ايه بوستيريور لونجيتيودينال فيشر؟ اهو الخط ده اسمه بوستيريور لونجيتيودينال فيشر، تمام؟ طبعا في بوستيريور في انتيرو، انتيرو لونجيتيودينال فيشر، تمام. طبعا هنا بنبص هنا من البوستيريور وهنا من الانتيرو، تمام. يبقى ده البوستيريور لونجيتيودينال فيشر وده الانتيرو لونجيتيودينال فيشر. دول عبارة عن خطين بيقسموا السباينال كورد نصين، واحد رايت وواحد ليفت، تمام. يعني هما قسموا لك ادي كده البوستيريور والانتيريور، هم قسموا لك السباينال كورد كده بوستيريور اهو انتيريور لجزء رايت وجزء ايه وجزء ليفت. طيب بعدين عندي اللي جوه بقى الجراي مطر، ايه هو؟ بوستيريور دورزال هورن، تمام. هي بوستيريور هي دورزال، فانت عايز تقول بوستيريور هورن او دورزال هورن. هي ادي حرف الاتش اهو، في بوستيريور هورن اتنين اهم، واحد رايت وواحد ليفت، تمام. وانتيريور هورن اهم اتنين، واحد رايت واحد ليفت، واتنين لاترال هورن، واحد رايت واحد ليفت، تمام. يبقى عندي تاني ادي البوستيريور لونجيتودينال فيشر، انتيريور لونجيتودينال فيشر، بوستيريور هورن، انتيريور هورن، وادي الايه اللاترال. ده بالنسبه للاناتوميكال. طيب وظيفتهم ايه دول؟ وظيفة البوستيريور دورزال هورن عبارة عن سنسوري، وظيفة الانتيريور موتور، تمام. البوستيريور ده عبارة عن سنسوري، الانتيريور موتور، اللاترال بيكون اوتونوميك، تمام. اوتونوميك ده يعني سمباثيك وبارا سمباثيك. طيب اللاترال هورن ده فيه ملحوظة ان هو مش موجود في كل الفرتبرا، يعني انا عندي 31 سيجمنت، تمام، 31 سيجمنت، دول بوستيرو انتيرو برضو بيبقوا موجودين في 31 سيجمنت، لكن اللاترال بيكون موجود بس في 17. بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في الثوراسيك كلهم، وال L1 وال L2 وال S2 و3 و4، لو عديتهم هتلاقيهم 17، 12 ثوراسيك و ال L1 و2 يبقى كده 14 و3 17، يبقوا موجودين بس في 17 مكان. وظيفتهم بيكونوا من T1 ل T2، قلنا ده هو اوتونوميك يعني سمباثيك وبارا سمباثيك. T1 ل L2 سمباثيك و الباقي برا سمباثيك. طيب نيجي بقى نسأل ايه أسئلة الذكاء اللي هي ايه؟ بيبقى عندنا كام بوستيريور دورسال هورن، كام انتيريور، نفس كام الفوت، تمام. فين اهم نفس دول، قلنا 31 سيجمنت، فأي حاجة اتنين هما كلهم اتنين، تمام، كلهم اتنين، فيبقى عندي اما 62 يا اما 31 بير، بس دي الفكرة، تمام. فهي مش أسئلة صعبة ولا حاجة. عندي 31 بير من البوستيريور دورزال انتيريور فينترال، او 62 بوستيريور دورزال على طول او انتيريور فينترال على طول مش بير. وطبعا اللاترال بيكون 17 بير بس، 17 بير او ال 17 و17 كام، اللهم صل على النبي، 34 بس. فبيبقى اللاترال هورن 34 لاترال هورن او 17 بير. طيب كده نكون خلصنا الجراي ماتر، خش على الوايت ماتر. الوايت ماتر بيتكون من ايه؟ هنفترض ان انا عندي ادي حرف الاتش، من البوستيريور والانتيريور همد خط، هكمل الخط، ادي البوستيريور هكمل الخط كده واقفله، ومن تحت من عند الانتيريور برضو هكمل الخط واقفله كده. طبعا ده خط وهمي مش خط حقيقي.
تمام، يبقى عندي بوستيريور، فين اللي بتاع واحد في البوستيريور وايت فينيكلوس، تمام، تبقى في البوستيريور، ادي البوستيريور وايت فينيكلوس، بوستيريور يعني ورا، وايت من وايت مطر، فينيكلوس يعني الشكل ده اهو، تبقى في واحده رايت وفي واحده ايه ليفت، ادي الرايت الرايت والليفت، بوستيريور وايت فينيكلوس. طيب في انتيريور وايت فينيكلوس اهي من قدام اهي، انتيريور وايت فينيكلوس رايت وليفت، في لاترال فينيكلوس ادي الباقي ده اهو، تمام، لاترال فينيكلوس. البوستيريور وايت فينيكلوس دي بقسمها لجزء ميديال وجزء لاترال، شايفين الخط ده، الخط ده بيقسم لي الفونيكلس الواحده حته ميديال اللي هي من جوه دي، تمام، وحته لاترال اللي من بره، نص ميديال ونص لاترال. النص الميديال ده بيبقى مسؤول عن، بيبقى سنسوري طبعا، بيبقى ديب سنسيشن بتاع ال، انا اروح فين الميديال علمت على الاثنين، الميديال بيكون ديب سنسيشن بتاع اللور ليمب، تمام، اللاترال بيكون ديب سنسيشن بتاع الابر ليمب، تمام، يبقى ده الحته دي بس، دي لور، ديب سنسيشن بتاع اللور، هنا الابر، ابر ليمب، دي بالنسبه للبوستيرور وايت فونيكلوس. طب الانتيرور واللاترال الاثنين نفس الفانكشن، عباره عن اسندنج وديسندنج تراكس، حاجات طالعه سباينال نيرف، نيرفات طالعه ونيرفات نازله، بيكونوا عباره عن ميكسد سنسوري وايه وموتور، تمام، بيكونوا ميكسد، اللي فوق ده سنسوري، الانتيرور واللاترال بيكونوا ايه ميكسد، تمام. يبقى عندنا الوايت موتور ادي البوستيرور فونيكولوس، وده الميديال، وادي اللاترال فونيكولوس، الميديال الديب سنسيشن بتاعت اللور، اللاترال الديب سنسيشن بتاع الابر، وادي الانتيريور فونيكولوس، وادي اللاترال فونيكولوس، بيكونوا طبعا اسندنج وديسندنج تراكت، بيكونوا ايه ميكسد سنسوري وموتور، تمام. طيب نيجي للبلاد سبلاي بتاع السباينال كورد، عندي ارتيريال وفينوس بلاد سبلاي، الارتيريال بلاد سبلاي عندي انتيريور سباينال ارتري وبوستيريور سباينال ارتري وسيجمنتال ارتري، في الارتري المشترك اللي ما بينهم عملتهم كده في مخطط سهل، الفيرتيبرال ارتري عندي اتنين، واحد رايت وواحد ليفت اهم زي كده، ادي الفيرتيبرال ارتري رايت وليفت، تمام، طالع منهم روتس، اتنين روت، يعني روت من الرايت كده وروت من الليفت، بيطلعوا لي الاتنين دول الانتيرور سباينال ارتري كده، تمام. يبقى عندي الرايت والليفت بيطلعوا من الفيرتيبرال ارتري، بيطلع منهم روتس، روت يمين وروت شمال، دول بيطلعوا لي انتيريور سباينال ارتري، وطبعا من اسمه انتيريور يعني بيغذي الانتيريور سباينال، بيغذي السباينال كورد، انتيريور بارت بتاع السباينال كورد. طيب البوستيريور بقى سباينال ارتري، دول عندي الرايت فيرتيبرال والليفت فيرتيبرال، كل واحد فيهم بيطلع واحد، يعني الرايت فيرتيبرال ارتري هيطلع لك رايت بوستيريور سباينال ارتري، الليفت فيرتيبرال ارتري هيطلع لك ليفت بوستيريور سباينال ارتري، ادي الرايت هيطلع لك ايه لوحده كده من غير اي حاجه اهو، رايت بوستيريور سباينال ارتري، الليفت ليفت بوستيريور سباينال ارتري، تمام، يبقى الليفت رايح للليفت، الرايت طالع مع الرايت، بوستيريور سباينال ارتري. يبقى انا رسمت شكل واحد بس، هيبقى عندي واحد بس انتيرو سباينال ارتري، عشان كده اسمه ارتري بس، لكن في نفس الشكل هيبقى فيه اتنين بوستيريور سباينال ارتري، تمام. طبعا اسمه بوستيريور يعني بيغذي البوستيريور بارت بتاع السباينال كورد، بعدين السيجمنتال ده بيغذي الجزء اللاترال، خلصت انتيرو والبوستيرو، الجزء اللاترال اللي هو على الجنبين،
ده بيكون في كل ريجون في الجسم، تمام؟ يعني مثلا عندي سيرفايكال ريجون، في سيرفايكال ارتري بتغذي الجزء ده، بيبقى طالع منها روتس اسمها سيجمنتال او راديكولار ارتري، بتغذي السباينال، بتروح بقى للسباينال كورد. انزل تحت عند الثوراسيك او اسمها الانتركوستال ارتريز، دي بتغذي الجزء ده، تمام؟ رايحة دي برضو حاجات منها للسباينال كورد تغذيه، وكذلك اللامبر، لامبر ارتريز بتغذي الجزء اللامبر، ورايحة برضو للسباينال كورد تغذيه في جزء اللامبر بس، تمام؟ يبقى السيجمنتال او الراديكولار ارتريز دول جايين من ثلاثة: سيرفايكال ارتري، انتركوستال او ثوراسيك ارتري، ولامبر ارتري. دول كده الثلاثة ارتريز اللي عندنا: انتيرور، بوستيرور، سيجمنتال. طيب نيجي للفينوس بلاد سبلاي، الفينز. عندي ستة لونجيتيودنال تورشوس فينز، ستة لونجيتيودنال تورشوس فين، دول بيكونوا طالعين من السباينال مع السباينال كورد. طبعا الفين بيبقى طالع من تحت لفوق، ماشي، من تحت لفوق، بيطلعوا مع السباينال كورد بطول السباينال كورد حواليه، وبيخشوا الكرينيال كافيتي، بيكملوا جوه البرين. يعني هي كده ادي الفينز اهي طالعة كده مع السباينال كورد، وبعدين بقى ادي الكرينيال كافيتي هيخش جوه، يغذوا بقى الاجزاء اللي جوه دي. فعرف انهم ايه، بيخشوا الفورامين الماجنوم مع السباينال كورد، بيخشوا الكرينيال كافيتي. وبعدين السيجمنتال فينز نفس الرسمه دي اهي، بس ايه، غير مكانها فينز، يعني سيرفايكال فينز، انتركوستال فينز، لامبر فينز، هتبقى هي هي الايه، السيجمنتال فينز. ده بالنسبه للفينوس سبلاي. كده خلص البلاد سبلاي كله. طيب نيجي بقى لحته الابلايد اناتومي. بيبقى عندي في حالتين: يا اما الانتيرو سباينال ارتري ثرومبوزس، يعني حصل جلطه في الانتيرو سباينال ارتري، او ثرومبوزس في البوستيريو سباينال ارتري. طيب لما يحصل جلطه في شريان، تمام، ضربت انا شريان منه، ايه اللي يحصل؟ المكان اللي بيغذيه هيفقد الوظيفه بتاعته، تمام؟ فلازم ابقى عارف ده بيغذي ايه، وايه الجزء اللي بيغذيه ده، وظيفته ايه. نمسح كده الايه، العبث ده. نيجي للانتيريور سباينال ارتري، ده قلنا بيغذي الانتيريور بارت بتاع السباينال كورد، انتيريور بارت. فيطلع كده الرسمه، ادي عندك اهو، لو قسمناه كده بالنص، ادي البوستيريور والانتيريور. الانتيريور عندك الانتيريور فونيكولوس، تمام، وحته من اللاترال اهي، لو جيت قسمتها بالنص اهو، الانتيريور وحته من اللاترال. فالانتيريور ده كان ايه؟ كان اسندنج وديسندنج تراكت، في اسندنج وديسندنج تراكت، وبيكون ميكسد سنسوري وموتور، فمش هيحصل ليجن للكلام ده كله، او دامج للكلام ده، اهو ليجن او دامج للانتيريور وحته من اللاترال بتاعت السباينال كورد. طيب البوستيريور سباينال ارتري، بوستيريور سباينال ارتري كان بيغذي البوستيريور بارت بتاع السباينال كورد. ايه هو البوستيريور بارت بتاع السباينال كورد؟ هشوف فيه البوستيريور فينيكولاس كلها، بالميديال، باللاترال، بكل، وحته صغيره من اللاترال، تمام. ف اللام ادي بوستيريور وايت فينيكولاس. طبعا انا عندي مش زي الانتيريور واحد بس، انا عندي هنا ليفت وهنا رايت، تمام. فلو حصل مشكله في الرايت بوستيريور سباينال ارتري رايت بس، فايه اللي هيحصل؟ رايت بوستيريور وايت يا ربي رايت بوستيريور سباينال ارتري، تمام، لما الفصلان بس يا ربي في ايه، اللهم صل على النبي، رايت بوستيريور سباينال ارتري، تمام. لو حصل فيه مشكله، ادي الجزء البوستيريور اهو، تمام، في بوستيريور وايت فونيكولوس وحته من اللاترال، تمام، رايت يعني ضربت دول الرايت بس، يعني الجزء ده فقط اهو الرايت، يعني الديب سنسيشن بتاع الرايت لور ليمب، والديب سنسيشن بتاع الرايت ابر ليمب. ده بالنسبه للرايت بوستيريور
سباينال ارتري. طيب انا كده الرايت، طب عندي مشكله في الليفت، ثرومبوزس في الليفت سباينال ارتري، ادي الليفت اهو. الليفت فيه ايه؟ الليفت فيه نيكولوس وحته من اللاتر، يبقى هنا بدا رايت ليفت، ليفت لور ليمب، ليفت ابر ليمب. لو انت بقى مرزق تمام وضربت الاثنين مع بعض، يبقى انت ايه؟ الابر ليمب كله طار واللور ليمب كله طار، الديب سنسيشن طبعا تعمل لهم الاثنين. تمام، ده كان بالنسبه لايه؟ للابلايد اناتوم. يبقى لازم اكون عارف الارتري تمام بيغذي ايه، الحاجة دي وظيفتها ايه. بس كده ايه عملت ال، هعرف ايه هو اللي هيحصل. اخر جزء ده اللي هو جزء بتاع فيسيولوجي تمام، بس الدكتور قاله احنا هنقراه، اللي هو بس هو مش علينا يعني، ممكن تعرفها كمعلومة انت تاخدها قدام. عندي سنسيشن عبارة عن سبيشال وجنرال. سبيشال دي حاجة معينة خاصة زي العين مثلا، النظر للعين، السميل، الهير، التيست، دي حاجة معينة، حاجة خاصة بأورجان معين. لكن الجنرال بتبقى حاجة موجودة في الجسم كله تمام. زي الجنرال ده بيتقسم لحاجتين، سوبر فيشال وديب. السوبر فيشال ده عبارة عن حاجة اسمها البي تي تي، البين تمبريتشر اند تاتش تمام، بيكون في السكن والميوكوس ميمبرين. البين والتمبريتشر والتاتش في السكن كله والميوكوس ميمبرين، عشان كده اسمها جنرال. طيب الديب دي عباره عن الحيث اللي جوه بقى، ديب بين، الاحساس بالبوزيشن، الاحساس بالبريشر، فايبريشن، حاجه اسمها داكتايل ديسكريميشن تمام، والفاين تاتش. الفاين تاتش دي حاجه اسمها سكيل فولنتري موفمنت، هي حاجه حركه فيها مهاره تمام، دي اللي هي ايه الفاين تاتش تمام. كده نكون خلصنا المحاضره، يا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا المحاضرة، كانت محاضرة خفيفة عليكم إن شاء الله تمام. آخر حاجة صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.